في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، طالب الوزراء المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني على الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. بحث المجلس سبل وقف العدوان على غزة والضفة الغربية وما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية واتخاذ التدابير اللازمة لوقف السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتأثيرها على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع. التواجد الإسرائيلي على هذه الأرض الفلسطينية مرفوض مصريا، مرفوض مصريا. ليه؟ لأنه إذا حدث يجبر الجانب المصري في مستقبل الأيام على التعامل مع الجانب الإسرائيلي من على الطرف الآخر من الحدود، كويس؟ وهذا ما ترفضه مصر، وتعتقد أن وجود هذه القوات الإسرائيلية أمر ليس في الصالح الفلسطيني وليس في الصالح المصري والعربي بشكل عام.